toutes là, les mannequins, et eux, ils commencent à nous imiter devant nous, tu vois. Ça on va s'amuser, on va rigoler, on va prendre pied. Elle, dès qu'elle se faisait... Ils ont arrêté de parler, elle était là. Mais ma fi group, quel wahed lehal. Quand tu as une petite qu'elle toi, qu'elle franchement, toi, tu marches mieux qu'un certain de mes modèles. يلا انا اتحمم والحق شكون لمن شكون هادي جي با فيو جي مارشي جي ريكارد با لا قلا سكي ما عادش من قلا قلا سكي سكي لوي قال هل ديزاين قال له وحده مع قلا Mais pourquoi ? Je suis là de l'ambiance. Franchement, moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Je croyais qu'il allait y avoir une bonne ambiance entre nous tous, qu'on allait être tous ensemble pour passer la journée, quoi, pour parler. Il y a des pour... groupes. Il y a des groupes. Pour machin. Et après, ils font des crises parce que ah, le modèle n'a pas voulu venir essayer, ou elle a traîné pour venir essayer, ou elle n'a pas voulu venir vite pour prendre les mesures. Il faut que ça soit un truc rissé, tu vois, quand, entre les deux, une bonne ambiance, quoi. Sinon, ça sert à quoi qu'on soit tous dans le même loft? Ils auraient pu mettre un loft designer et un loft mannequin et voilà. Hein? Ça va être mieux. Assieds-toi, Sabine. يوم أول فوتوشوت باللوفت. والموضوع رح يكون عن رياضة بركي بيكونوا شوي مرتاحين أكتر البنات إنه عم بيتصوروا لأنه بأول فوتوشوت كان حسيتهم إنه البنات كتير حلوين بس ما عم بيقدروا يتجاوبوا منيح مع الكاميرا يمكن ملبكين أول مرة لنشوف اليوم كيف رح يتجاوبوا بهالموضوع لأنه موضوع ديناميك وحضرنا لهم كل الأكسسوارات لنشوف شو رح يعطي Ladies Ladies Here we go Baby, where you get your body from? Tell me where you get your body from. Baby, where you get your body from? Tell me where you get your body from. عملنا فوتوشوت على سبورت وانا نقيت كون بوكسر اول مره بعمل فوتوشوت وصرت قلت كان كثير حماسه Looking good from my head to a toe. Beauty overload, body out of control. She 24, she could be a motto. عملنا فوتو شوت لبست سويمينج سوت و انا كان دور اني اقعد بهاي الجثتي. بحب كثير اعمل فوتو شوت. لايك ات. عجبني الفوتوشوب تاع اليوم خاطر كان على السبور وانا نقرا سبور معناها سبيسياليتي نتاعي is a sensation you send men in a temptation اليوم كان عندنا شوط الموضوع اللي تبعه هو الرياضه انا بلعب سايك البوكسينغ كان كثير ممتع ومضينا وقت كثير حلو you make the guys all dumb maybe because you're blessed with the beautiful buns maybe because your beauty keep the dudes on sprung wondering just where you got that from الفوتوشوت اليوم لبست تونيو جودو انا نحب ياسر السبور سورتو الجودو طعم سبور نحبها برشا فوالا جو مسون تخي اليز الفوتو سيشن على اللي كان عامل فوتو سيشن مع كوليك تاعي كان كثير حلو يعني غير عن الطبيعة عن كل شيء عم بتشوف كل يوم يعني
just like a mama. And if the girl real pretty, 9 times out of 10, she pretty like a mama. And if a mama real ugly, I guarantee she gonna be ugly like a mama. And if a mama real ugly, I guarantee. اليوم درنا فوتو فوتوشوت على سبور كان مليح. درت جوير دو سكي. كان روتين دو ست سومين سبور. انا عملت شاس يعني قناصة. هاي كان فوتوشوت حلو كتير، حبيت بالاخص انه لابسه كيف تنس، كيف بحب انا التنس. أول جلسة فوتوشوت للمودلز كان موضوع الرياضة، وبكل روح رياضية اشتغلوا والتزموا بتعليمات كولات ليطلعوا بأحلى صورة. وهيك صور يومياتنا الليلة تنوعت بين الدراما، الفرح، النشاط والحماس. على أمل اللقاء بكرة إن شاء الله بنفس الوقت مع صور كلها إيجابية. بقلكن تصبحوا على ألف خير. فكر في الفكرة. هلا بشوف، هلا برسم كذا. بحب أعمل فستان ضيق طويل كله غير. مش كله ده، انه مبدئيا ايه بدي اعمل انكروستيفي، بس انه ماني عارف تحت حابة اعطيه وسع، ومن ناحية حابة اعمله قصير لانه عندي فكرة ماني عارف كونفيوز. أو بلعب بهول بانديت الساتان بطريقة يضلوا الدانتيل على قد الجسم بس فوق الركبة، وبلعب فيهم مثلا ثلاث بانديت هون مثلا، أو من تحت ثلاث أربع بانديت فوق بعضهم. انت عم تتخيل يعني هلا ما بس عم برسم كذا فكره انا فيك انت مو عارف ارسم بس حبيت ما اعرف هيك كبر انت خلاص فكرت فيها؟ ما عندي اربع افكار بس هالاربع افكار داز نوت ماتش يعني عندي فكره للكمين فكره للشغل داز نوت ماتش مع بعضهم عرفت كيف؟ فبدي اعمل شيء كلهم حلوين للدانتيل فانا فكرت فيهم بس حابه الظهر افتحه ايه ده؟ يا لهوي يعني حابة الظهر يكون شايفة؟ الأفكار تبقى زي بعض أفكار أنت كمان؟ حابة أعمله في للظهر أنا قايلها بس في مش الفي هيك لا الفي هيك هيك لا بدي أبين الخصر أنا بدي الفي الثانية بدي أبين الخصر ما بدي أقطشه من هون بدي أعمل في هيك وهيك أنا عندي فكرة لهون أنا عارفة وانا الموديل يعني بحب اعمل شيء على فالنتينو عرفت اي ستيل هول بلوكيت من تحت الصدر تريانجل نازل هيك تك تك هلا جهينة لون البو تبعها غامقة فكثير بدي انتبه بلون القماش خالص هيدا يلي انا كثير ملبكة شو اللون شو الوان اللي عندكم؟ لا انا كذا ما في شيء معي عندنا الوان كثيرة بس انه ما في اعمل ما في ارتاح مثل ما اكون عم بعمل لإلك يعني عرفت كيف؟ لأنه البو تبعها غير لسه كنت بقولها انت تلي معك الوان كثيرة كل الوان تلي معك يعني هلا قلت لها بدي اقعد انا وياها وحط عليها قماش تشوف لانه كمان حسب الدانتيل تعمل الموديل في دانتيل كله ورد في دانتيل نصه ورد فكمان يعني هذا كثير ديبان جيهان من لبنان، جيهان من المغرب، جهينة من عمان خولة من تونس مروة من تونس مي من مصر نوال من المغرب صبرينا من الجزائر سيرين من لبنان زكية من المغرب 10 عرضات أزياء وكل 3 2 منهم رح يكونوا بخطر ميشن فاشن محطة خاصة 24/24 برنامج يومي 8:15 المساء سي اي تي 9:15 بتوقيت السعودية وسهرة خاصة كل ليلة جمعة 8:30 المساء سي اي تي 9:30 بتوقيت السعودية على ال بي سي يوروب بالحلقة الجاي وين أنا؟ القدر حطه بطريقة خايفة منه لخيرة أو لشرة مين هود الناس؟ يا رب دخلك نحن شو عملنا معها تعملت فينا هيك؟ شغلتنا بحقها حرقت قلب أهل ولع غدر الزمن وما بتطفيها إلا انتقامي منه رح يكون كبير ما كنت عارفته خين وجبان ورود ممزقة لحد 9 المساء سي اي تي 10 بتوقيت السعودية على ال بي سي يوروب
8-14 ونحن محطة مضحكة منعيش من خلالها أهضم سكتشات الانتقادية السياسية عبر الـ LBC معكم 8-14